اليوم يوم الاثنين، توني صحيت الساعة 9 تقريبا. أجان أمس ما قدرت أنام بدري، عندي كثير anxieties هذه الأيام من جد ما أقدر أنام بسببها. already لبست my workout clothes ready for the gym. ما راح أروح الحين مثل ما كنت أبغى أمس. أمس كنت قاعدة أقول إن اليوم أبغى أصحى الصباح وأروح الجيم، بس ما راح أروح الجيم الحين لأن الساعة 9. فإذا ما بديت أسوي شغلي من الصباح وجهزت نفسي يصير عندي more anxieties بعدين إنه اليوم قاعد يعني يروح وأنا ما سويت شيء. فرح أقعد أشتغل الحين على أكثر على قد ما أقدر من الساعة 9 يعني الحين يمكن لل 11 شيء زي كذا، بعدين أروح الجيم مثل أمس. يا اما اروح الجيم يا اما اسوي اب ورك اوت هنا بالبيت، لاني ما ابغى اسوي اب ورك اوت بالجيم، ما ابغى اقعد على their floors. Yeah, I need to take a shower today and wash my hair. ولسه ما وصل اكلي من رايت بايت، اعتقد بيوصل in a bit. So I will show you لما يوصل. Got my package. خلينا نشوف ايش اخذت. اخذت اليوم اكل Moroccan vegetable quinoa tabbouleh, mini spinach and tomato pizza, yum. Okay. Vegetable with hummus, yum, it was good. Good vegetable with low fat halloumi cheese salad, lentil soup. Okay, I'm gonna starve today. Okay. هذه السلطة شكلها not bad صراحة. فيها باذنجان وكاروتس وهذه الكينوا سالاد وهذه الكينوا تبوله. شكلها حلو. ما في dessert اليوم. My Moroccan vegetable couscous. أعتقد حخلي هذا العشاء وأكل salads for lunch. Makes way more sense. Lentil soup نفس أمس. It's so good. بعدين الحمص مع vegetables. Again نفس أمس. بعدين في هذه mini spinach and tomato pizza. It says serve cold. How cute! Look at this. Cute. They're like mini pizzas. Yum. ريحتهم حلوة. Okay. خلي أدخل كل شيء. Cheers. Okay, الشيء الوحيد اللي ما أحب about working out وصراحة يلعب دور إني أكنسل إني I work out sometimes هو إني لازم أغسل شعري أكثر من اللازم، يعني أصير أغسل شعري أكثر مرتين بالأسبوع. I hate it. Hello friends. الساعة الحين 1:30 وتوني أخلص شغلي، فاللي راح أسويه الحين راح أروح. Oh, I didn't tell you guys. The best thing happened. أمي اليوم طلعت الصباح اشترت an elliptical machine وجابوه على طول، فما راح أروح الجيم اليوم، راح أروح أستخدم the new elliptical machine. يمكن أقعد عليه نص ساعة 45 دقيقة وبعدين برجع أكل لأنه I'm so hungry. ساعة 1:30 يعني مو منطقي إن أول وجبة راح أكلها ساعة 2. بس anyways يلا I'm gonna go. I'll show you the machine. Look at that. How convenient for me. Guys, that workout beat my ass, I swear to God. للحين I didn't shower بس لأني ميتة جوع. إذا I didn't eat right now يمكن أموت. هذا أكلي الحين، سلطة خضار مع فتا تشيز. It looks really nice. Oh, the mini pizzas. هذه المفروض تكون سناك بس أحس لو ما أكلت كاربز الحين يمكن من جد. الحين برجع أدخل على المنيو حق رايت بايت أشوف هل في أشياء يعني جربتها من سناكس وكذا طلبتها مرة ثانية يمكن ما أبيها ولا شيء زي كذا. I might change. يعني I don't want the cauliflower tabbouleh anymore, you know. مو مرة يامي بس not bad. شكلي بقعد أتفرج على مسلسلي حق أمس لأنه بقالي حلقة واحدة ولازم أعرف إيش صار. نعم. الساعة الحين 6:30. أخذت شاور بس ما غسلت شعري لأني راح أطلع أتمشى اليوم بالليل وراح أطلع وراح أسوي رياضة بكرة الصباح. قاعدة أموت من الجوع. هذا أكلي، خليني أوريكم أكلي. شوربة عدس زي أمس. بعدين في هذا it's like a vegetable thing. اسمه Moroccan vegetable. Not bad. لحالة مو حلو، مع بعض حلو. راح أكل ويطلع أتمشى.
morning guys. قاعدة أصور اليوم من جوالي لأن كاميرتي full. I'm transferring the footage. It's gonna take so long. I have no time. But inshallah, this is clear enough. أول شيء شوفوا my new phone charm من knotted_SA. It's حقت اليوم الوطني. Cute, صح؟ المهم أبوريكم this other package. هذا الباكج إجاني من box with two X's. It's a gem. It's very fitting للفايب حق هذا الأسبوع, صح؟ So look how nice this box is. بحياتي ما قد شفت box زي كذا. What a nice idea. مع روب. بعدين فيها water bottle, pins, t-shirt, و a card هنا. It's so cute. راح أفتحها الحين. Okay guys, توني رجعت البيت. لسه ما حليت مشكلتي حقت memory card. فلسه قاعد أصور من جوالي. بس بديت أكل هذا من Right Bite. اسمه Prawn Nasi Goreng. شيء زي كذا. ما أعرف كيف أقوله. بس oh my god, يمكن من ألذ الأشياء اللي أكلتها من عندهم. It's so good. Guys, I am so sorry. أمس أبداً ما صورت لأني كنت مرة مستعجلة ورحت للدوام بلا بلا بلا. رجعت من الدوام. أعتقد صورت لكم شوية على جوالي, ما أتذكر. بس اليوم من الصباح وأنا كنت قاعدة على ماي لابتوب عشان أحاول إني سويت like editing اليوتيوب فيديو نزلتها. My nails look so good on the camera. Wow. فالمهم فنزلت كل الفوتج اللي كان موجود بالميموري كارد on my laptop. Finally, I was able to format it. الحين, I promise you, now I'm still on the fitness journey. الشيء الوحيد اللي مو مرة fitness of me هو إني شربت pumpkin spice latte اليوم وطلبت dessert من Starbucks. لسه ما أكلته بالشكل مرة شاهي. بس يا اليوم الصباح صحيت وسويت quick 10 minute ab workout. Nothing crazy, بس يعني good enough. وبكرة إن شاء الله رح أروح يا أما أروح الجيم يا أما بس I work out on the elliptical machine. So we work out هنا على المات. ويا أكلي إجا من Right Bite. متحمسة على عشاي. خلي نشوف عشاي سمك وشي ثاني. السناكس حقتي اليوم أمس كان واحد من السناكس براوني. So good. اليوم عندي ديزرت وسوب dinner, which is fish. بعدي جوعانة. Part of me كذا يقولي إني جوعانة. Part of me is like I just want to eat. أمس رحت الصالون اللي قاعدة أشتغل فيه, اللي قاعدة أسوي freelance job. رحت البيسن بون وسويت أظافري لليوم الوطني. مرة مستانسة عليهم. دقيقة بس خلي آخذ my meds. So سويت أظافري. How nice لليوم الوطني. I love them. I'm so obsessed with them. شيء مو مرة fitness when I ate popcorn من Let's Popcorn بطعم الأوريغانو. It's so good. إذا ما جربتوا جربوا. I ate الباقة الصغيرة. For that should be fine. أحس. أمس نمت مرة متأخر واليوم ما أبغى أسوي نفس الشيء. أبغى أنام بدري. أبغى أصحى بدري. عندي شغل مرة كثير بكرة. Yeah, I think كذا نكون إحنا we caught up on everything. I think إذا في شيء أتذكرت راح أقول لكم إياه. مرة طاق في مخي. سوشي. قاعد مرة مشكلة لما الواحد يبغى يوفر فلوسه بس يشتري سوشي كل يومين. أكلت سوشي يوم الخميس والحين أبغى سوشي مرة ثانية. خليني أتعشى وأسكت. شوربة توميتو أند بازل وهذا كريسب سكيند فيش ستير فرايد فيجيتابلز أند براون رايس. خلينا نفتح نشوف كيف شكله. صراحة شكله يحمس وأحسه كذا وجبة عارفة. أحسه كبير. بعدين خليكم الديزرت. اليوم الديزرت اللي اخترته منهم كوفي فانيلا and chocolate strip. طلع كذا kind of like a pudding type thingy. مرة مستانسة على الباكجينج. بس هذا الديزرت اللي طلبته من ستاربكس ما قدرت استحمل شوفوه. بنوفي بود. أول مرة أكلت بنوفي باي كان بالجامعة. I love banoffee. This is so not healthy, but I guess whatever. Life is short. Gotta live it. Am I right? Anyways, خلنا نسخن الأكل. عندي هذا الشيلي. Tomato soup. Sorry. What's this? Let's try this. For some folks who lose people, it can be a real challenge to keep them alive. Yum. They heal. For others, it's almost as hard to keep them dead. They won't leave them alone the rest of their life. There are no rules. I want to put on a woolly hat because it's going to be chilly.
Good morning, my friends. Oh, good morning to you too. الساعة 9 الحين توني قمت. يعني صار لي كذا نص ساعة قايمة. مشكلتي اني ما قاعد احط الالارم حقي بعيد عني، لاني قاعد استخدم جوالي اخر لحظة قبل ما انام. ابسم الساعة 10:30، فمرة ما كنت احتاج اني انام للحين، بس here we are. الحين راح اروح اسوي قهوتي، لازم ننظف النسبريسو ماشين، which is يعني ما لي خلق ابدا بس لازم انظفها عشان اقدر اشرب قهوتي. فهنظف النسبريسو ماشين، اشرب قهوتي، وراح اقعد ابدا اشغل الين اعتقد الحين الساعه 9، فراح اشتغل لين الساعه 12، بعدين العب رياضه واتغدى وبعدين اكمل شغل. That's the plan. واليوم اليوم الوطني، so happy national day to all of you. انا راح احتفل بالفون تايم حقتي وباظافري، حقعد بالبيت وانتظر وما اطلع، و I avoid كل الزحمه وكل الاشياء تصير بالشارع. It stresses me out. الساعة 4 اليوم راح يكون في طيارات راح اشوفها. But anyways يلا let me go start my day، اسوي قهوتي وابدا شغل. اوكي سو طلع الدي سكيلينج حق المشين راح يطول بزياده، ف I'm gonna work out while it descales. Guys, that coffee machine descaling situation. Honestly, يعني أحس في أشياء في الحياة كان يقدرون يسوونها مرة أسهل، وبس whoever made it قرر oh you know what let's just make this difficult. سوينا descaling بس it won't turn on still. فا لسه أشرب قهوتي والمشين قاعد يسوي descaling كذا حتطول. So I worked out, finished my workout for the day already, so that's nice. And I just ate a Right Bites, which is my video. Smoking taco bowl. Yum. Okay, the taco bowl actually looks so good. I can't wait to eat it. Yum. Roasted cauliflower salad and jalapeno lime dressing. American chocolate cheesecake. Yum. Guac and veggies. Soup. شربت إيش اليوم؟ Lentil soup. وعشاء Tuscan goat cheese and kale salad. Really good. راح أسوي تيك توك with them later. الحين هدخلهم في الثلاجة. أحس إني اليوم أبغى I work out مرتين. أحس فيني طاقة إني أسوي كذا. ف I don't think I'm gonna change or shower. ويمكن I work out مرة ثانية. أسوي كذا like pilates أو stretching أو أي شيء بسيط. الحين أبغى أبدأ يومي وأبدأ أشتغل، بس أبغى قهوتي at the same time and I don't know what to do. كان ودي إني أنزل صورة اليوم عشان الناشونال داي بس ما صورت، وما أعتقد إن اليوم راح يصير عندي وقت إني أحط ميك اب كذا وأصور. Hello my friends. الحين الساعة 1:41 وخلصت تقريبا كل شيء كان بالتو ليست حقتي حقت بيسنبون. So that's amazing. الحين بس لازم اسوي تيك توك وارتب my folders و everything's ready for the next week. How nice. I love that. صراحة it was very efficient. بس anyways الحين انا مرة جوعانة فابغى اكل. So راح اروح اسخن اكلي. بس ما اعرف ايش ابغى اكل. هل اكل السلطة ولا هل اكل التاكو بول؟ اعتقد لانه ظهر احس بالليل ابغى اكل شيء more substantial. فالحين راح اكل السلطة هذه. Looks really good صراحة يام. وراح اكل معاها قرنبيط ولا اخليه مع العشاء مع التاكو بول. سوب or قنبيط. I think soup عشان يعني كذا it fills me up more. خلنا نشوف التاكو بول من جوا كيف شكله. Is there rice in here? Yeah there's rice. Yum. This actually looks so good. لازم اصور كل اكلي حق اليوم. Okay it's like a balsamic vinegar type thingy. Oh my god, مرة متحمسة آكل. يوم so good. Yummy. هذه آخر كوك عندي إياها وخلاص ما راح أشتري.
اي كوك ثاني وراها لانه خلاص يعني it's not healthy. So الساعة الحين 8:00. الساعة الحين 8:00 راح اتعشى واتفرج على موفي وانام اخذ شاور وانام. الحين الاكل التاكو بول ولنتل سوب. So هروح اسخنها and I'm gonna eat it. اليوم يوم الجمعة الساعة 9:30. I'm in my gym clothes again. راح أروح أستخدم الليبتيكو ماشين نص ساعة. في واحدة I follow her on YouTube نزلت فلوج 28 دقيقة فراح أتفرج عليه while I'm on the elliptical machine. وبعدها I'm gonna make my coffee. أخذ شاور. اليوم عندي غدا مع my family so I need to get ready for that. أبغى أرتب شوية. This is like disgusting. ناوية guys أنا ناوية هذا الشتاء لما أصير أقدر أفتح هذا الشباك ويكون برد هنا وكذا راح أسوي cooking sessions بthis tiny kitchen. راح أسميها tiny kitchen cooking sessions. شو رأيك؟ بس لازم أروح أشتري أشياء for my stove من IKEA وكذا. But yeah, أحس it would be so much fun صراحة. المهم الحين راح أحط قهوتي بالثلاجة وأروح آخذ شاور مرة سريع وبعدين I drink it while I'm getting ready. So good. أمس كان في cheesecake ونسيت أكلها. Should I have just one bite? Yum. I'm gonna eat it. Right bites. They do good desserts. Yeah, no. Shall I say yeah, then I get ready. Hi guys. الساعة 5. كويس اني سويت رياضتي الصباح كز مستحيل الحين راح اسوي رياضة. بس basically رحت غديت مع اهلي بالبوفيه اللي بالفيصلية بصراحة. Usually I don't like buffets. اعتقد like البوفيه is a waste of money, waste of food, everything. بس صراحة that was a really good one. عجبني. اكلت اكل مرة حلو. بس يا الحين اشتريت هدية لماي فريند. أبغى I wrap it. جبت sunset lamp وعندي this wrapping paper if I want to wrap it. So I'm gonna watch some YouTube at the same time. That's it. قاعد أفكر هل أشرب قهوة هل ما أشرب. Okay baby. مش قاعد ترجف. Hey. شوفوا صحة من النوم. صباح الخير. I need a back massage so badly. Morning, my favorite people. اليوم عندي غدا الساعة 4:30 at the social pizzeria. So I think راح أسوي لي فطور مرة كبير عشان يشبعني إلين 4:30 لما أتغدى. فأعتقد راح أسوي كذا like avocado on toast with eggs. So yeah, هذه الخطة. هروح الحين أسوي I'm gonna make myself a coffee. I'm gonna make like a really big iced latte.
with the new Nespresso's that I got. This is too much butter, but I feel this is مرة قديمة and probably خربانة at this point. ف كده حاول أخلصها. Okay, so I have my toast. Unfortunately, it's frozen. راح أحط avocado, 2 eggs, or 2 types of mustard: Dijon mustard or whole grain mustard. Yay! Could have been thinner, but whatever, it's okay. Whole grain, مرة ما له طعم, بس adds a little something something. Cute, huh? Cute. كذا. Guys, صراحة my breakfast looks amazing. Yum, I got some hot sauce. I know إن في كثير وفي كثير butter وزيت و whatever, بس مثل ما قلت هذا عن وجبتين لأني ما راح آكل لين الساعة 4:30. أعتقد راح أنهي الفيديو هنا. Oh, I was meant to work out today. It is what it is. Anyways, guys, أعتقد راح أنهي الفيديو هنا. مرة استانست وأنا قاعدة أصور هذا الفيديو وأحس حمسني إني أكون a little bit healthier وأكون more fit. طبعاً there's always room for improvement. وأكلي ما كان يعني even though كان أكلي من right bite, كان في تخبيصة at some point. I don't remember what it was. The desserts من Starbucks. The coffee from Starbucks, too much sugar. The workouts حقتي, they're not that great. بس يعني كل واحد لازم يبدأ somewhere. وأنا هذه كانت بدايتي وإن شاء الله الأسبوع هذا رح يكون أحسن وأسبوع اللي ورا يكون أحسن وأحسن وأحسن. إن شاء الله this video يكون inspiring in any way. ورح أشوفكم بالفلوج الجاي. Love you guys so much. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون انكم تشتركون بقناتي وتحطوا لي كومنت وتسووا لي لايك. واذا لسه ما مسوي لي فولو على انستغرام او سناب شات او تيك توك, ميك شور انكم تسووا لي فولو هناك لاني انزل محتوى هناك غير عن اللي قاعد تشوفونه هنا. Again, thank you so much. I will see you guys in the next video.